الشعر الابيض قشر الموزه المستويه على ابوها الكويسه اللي هي تلاقيها مسوده خالص من بره. تمام، قشري لك موزيتين حلوين كده هون اند حطيهم في حله، حطي عليهم معلقه كبيره من حبه السودا حبه البركه، وحطي عليهم شويه ميه اغليهم واضربيهم بالبلندر، وحطي عليهم بودره القرنفل المتحمص ومطحون. لو خلطتي الخلطه دهيا مع بعضياتها وحطيتيها على شعرك كحمام لشعرك واشطفيها، بس تكوني غسله شعرك بشامبو الاول. طيب انا عندنا كيف تضيع اثار الحروق؟ اثار الحروق، اي حروق، في نوع من انواع الحروق بيتعالج بزيت السمسم او مرهم زيت السمسم، لكن اعراض حروق الشمس علاجها هو النشا مع الزبادي.